كلمتنا على الماشي ان شاء الله في حلقتنا النهارده هقول لكم للحال اللي بتاع البراغيث اللي بيبقى في القطط وبعدين بيتنقل للفرش بتاعنا والانتريه والبطاطين. يلا بينا اوريكم انا جايبه ايه وهرشه ازاي وازاي هنستعمله. بصوا ده بيبقى موجود في الصيدليه اسمه بوكس ورخيص على فكره مش غالي، حلو جدا جدا للبراغيث. بس البراغيث يا جماعه اللي بتبقى في الفرش اوعوا تحطوا له القطط، اوعوا تحطوا له القطط عشان ده مش بتاع القطط، ده بتاع الفرش بتاع الخشب بتاع اللي احنا ممكن نرش على الحوائط. تعالوا بينا اوريكم هنستعمله ازاي. زي ما انتم شايفين معايا ادي السرير وادي المرتبه. طبعا البراغيث بتبقى بتحب الاماكن اللي هي الضلمه اللي هي تستخبى فيها زي احرف المراتب كده من هنا وكمان اللي هو السرير. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمسك الرش زي ما انتم شايفين كده وهنبدا ان احنا نرش على حرف المرتبه بالشكل ده خلاص، وكمان هنرش على حرف السراير بالشكل ده كده، ومش هنخلي القط هيجي جنبه. هنفرش الملايه عادي خالص، هو مش مضر للانسان على فكره. السائل ده اسمه بوكس، بيبقى موجود في الصيدليه، هو للبراغيث وللبق، ده مخصص للبراغيث. هو ليه ريحه شويه كده بس الريحه دي بتروح، يعني مش قويه قوي، يعني بتهدى بعد كده. ده بقى مش هيخلي ولا برغوته في البيت، وكمان هنشيل الفرش والبطاطين والمراتب لو عندنا مكان واسع هنطلعهم برضو في الشمس، لان البراغيث مش بتحب الشمس، مش بتحب الاماكن اللي بتبقى منوره، بتحب الاماكن المعتمه. علشان كده في الصيف بنحب نحلق للقطط بتاعتنا، علشان ايه؟ علشان البراغيث بتستخبى جوه في الشعر، طول ما فيش شعر في القط مش هيبقى فيه براغيث. انا وريتكم طبعا طريقه الاستخدام، بترشوه كمان في الشقوق بتاعه البيت، لو في الحيطان، في الاركان بتاعه البيت لو عندكم كراسي انتريه والقطه بتقعد عليه بترشوا برده الاماكن دي، في الحروف مش لازم على الفرش من فوق، لا في الجوانب بتاعه الكرسي، في الجوانب بتاعه السرير. ونخلي بالنا ان القطط ما تجيش جنب الرش. يا رب نكون النهارده افدناكم، وتنسوش تعملوا لايك وشير واكسبلور كتير عشان مملكه القطط تكبر بيكم.